2012 2011 كانت بتبين نسبة تجمع أكبر عدد سكان بالنسبة للسن. هنلاقي إن السعودية والخليج العربي عامة بما فيهم دولة قطر بتحوز أو بتأتي في المراتب الأولى للدول اللي هي عندها سن. هسأل حضراتكم سؤال نقاشي بنقول مصر بنتكلم يا أبنى عن الخليج. لو سمحتوا الكلام معايا، أنا هكرر كلمة دايما بقولها، أنا عندي